أقباس من الإمامة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كرم الله وجهه يساوي لم يسجد لصنم قط، يساوي إمام توحيد قبل الإسلام. مع الحفاظ على مقام الصحابة وقدسيتهم رضي الله عنهم، وعلي عليه السلام من الصحابة، أقول لو لم تكن لعلي عليه السلام فضيلة إلا هذه كرم الله وجهه لكفى. أولا، قال السفاريني الحنبلي، ذكر ابن كثير أنه قد غلب في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون الصحابة أو كرم الله وجهه، قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع. قال الأشياخ إنما خص علي عليه السلام بقول كرم الله وجهه لأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إن شاء الله تعالى لا بأس به. ثانيا، بعد البعثة المحمدية الشريفة صلى الله وسلم على النبي المبعوث وآله، أسلم أمير المؤمنين عليه السلام وكان عمره 10 سنين بل أكثر، فلماذا لم يسجد لصنم ولم يشرك بالله سبحانه قبل إسلامه المحمدي، لا في بيت أبيه ولا في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بكل تأكيد كان مؤمنا موحدا مسلما على ملة إبراهيم، الصلاة والسلام على إبراهيم وآله ونبينا وآله. هذه فضيلة لا يشاركه فيها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، لماذا كرم الله وجهه وعصمه من الصنمية والإشراك قبل الإسلام ومن الصبا؟ لا أعلم، الله العالم. إن الخصوصية والتقريب بالصحبة والمصاهرة والتكليف بالمهام وإظهار الجانب القيادي ونحوها تشير وتبين الحكمة والمنطق في التربية والرعاية النبوية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعليهم السلام، وكل ذلك بوحي من الله وأمره عز وجل. الراجح جدا أن يدخل في ذلك تطهير الإمام علي عليه السلام وتنزيهه من الشرك والسجود للأصنام من الصبا، وقبل البعثة النبوية المباركة صلى الله على المبعوث وآله وصحبه وسلم. قال القوي العزيز، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال أمير المؤمنين عليه السلام، بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية، ففرق بينها وبين الفتوى والحكاية، ثم هدم، حرق، فجر، اخطف، قتل، حسبنا الله ونعم الوكيل. على الظالم المنتهك لحرمات الله، الهادم لبيوت الله، الحارق لكتاب الله. المهندس الصرخي الحسني.